بيبدأ فيلم النهاردة ببنت اسمها لوسي، ودي طالبة جامعية وبتشتغل كشخص بيعملوا عليها تجارب علمية في المختبرات، وبتشتغل كمان في كذا وظيفة تانية عشان تكفي احتياجاتها ومصاريف الجامعة بتاعتها وأقساط الشقة اللي هي ساكنة فيها. لوسي بتحب شخص ولكنه مدمن خمور اسمه باردمان، كان دايما بيعرض عليها الزواج ولكنها بترفض لأنه كان فقير ومدمن مخدرات وخمور. وفي يوم لوسي راحت تقدم على شغل جديد اللي هي شافت إعلانه على الإنترنت، وراحت تعمل انترفيو مع مديرة الشغل ده اللي هي اسمها كلارا. ولوسي سألتها إيه هو طبيعة العمل عندكم؟ كلارا ردت عليها وقالت لها طبيعة الشغل هنا في الفندق هو عبارة عن الدعارة، أيوة دعارة، وكل اللي مطلوب منك في الشغل ده هو انك تقلعي هدومك للزباين، وعلى كل جلسة هتاخدي 250 دولار. ولوسي وافقت بالفعل لان المبلغ كان هايل بالنسبة لها. وبدأت كلارا تتفحص جسم لوسي وتتأكد من المواصفات، وفعلا اعجبت بيها جدا. بتبدأ لوسي في اول يوم في الشغل وتقلع كل هدومها للزباين. بعدها لوسي بتحس انها هتتحول حياتها للافضل والاحسن. تاني يوم راحت تزور حبيبها باردمان وسألته هو انت لسه بتحبني وعاوز تتجوزني؟ قال لها ايوه انا فعلا بحبك وعايز اتجوزك، ولكن انا غير قادر على الزواج حاليا لان فلوسه كلها ضاعت على الادمان. بعد كده في الشغل كلارا عرضت على لوسي شغل تاني ومن نوع تاني، وقالت لها انت لازم تترقي شوية في الشغل عشان مرتبك يزيد، عشان كده لازم تنامي جنب الزبون عريانة طول الليل ولحد تاني يوم الصبح، ولكن ده هيكون بشرط انك ما تفقديش عذريتك، وده شروط الفندق، وهتاخدي حبوب منومة كمان عشان ما تحسيش بحاجة. وبتوافق لوسي بالفعل لان المرتب هيزيد. ودخل اول زبون وكانت كلارا بتفهمه الشروط والقواعد وانه ازاي يحافظ على البنت وما تفقدش عذريتها، وبيوافق الزبون وبتنام معاه لوسي وبيبدأ الشغل. بعد كده لوسي بتقدر تجمع فلوس كتير جدا، ده غير انها بقت كمان مميزة في شغلها وبتنطلب بالاسم. ونقلت السكن اللي في الشقة بتاعتها احسن من اللي فات، يعني خدت شقة جديدة وغالية جدا وديكور عالي جدا. وفي يوم لوسي كانت في الجامعة وهي في المحاضرة جالها تليفون من حبيبها باردمان وقال لها انه بيموت وبيحتضر وحالته متأخرة. راحت عنده البيت لقته بيحتضر، قال لها انا بموت، خلعت كل هدومها ونامت معه وقالت له تعالى نودع بعض قبل ما تموت يا حبيبي. ومات باردمان وهو في احضنها وكانوا بيرتكبوا الفواحش. بعد كده لوسي عرضت على المديرة بتاعتها كلارا انهم يحطوا كاميرات مراقبة في غرف النوم، ولكن كلارا بترفض وقالت لها بلاش كاميرات لان ده في المستقبل ممكن يكون نوع من الابتزاز وده غلط في شغلنا. ولكن بعدها لوسي ما سمعتش كلامها وركبت الكاميرات من وراها. وفي نفس اليوم ده دخل نفس الزبون اللي جاء المرة اللي فاتت، وكلارا عملت له الشاي وحضرت له جرعات كبيرة جدا من الحبوب المنومة والمنشطة جنسيا. تاني يوم كلارا دخلت عليهم لقت الزبون ده ميت من أثر الجرعات المنشطة دي، وبتصحي لوسي من النوم بصعوبة، ولكنها كانت شابة ولسه صغيرة بصحتها كويسة وما توفتش من الحبوب دي زي الراجل. بعد كده بتتخض وبتصرخ من الخوف لأنها أدركت إن الراجل ده كان ميت جنبها طول الليل. بعد كده بتتحول الكاميرا للمشهد ده وهو إن لوسي نايمة جنب الزبون طول الليل، والتصوير ده كان من الكاميرات اللي هي كانت مركباها بدون علم المديرة، وبتكون الفضيحة للعامة. وبسبب التصوير والفضايح دي خلاص بقت دي ابتزازات، وبدأت المديرة تبتزها في الخطوات القادمة، وبقى ده مصير لوسي الفاضح. خلص فيلمنا، وياريت تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد.